أسطورة 16، أسطورة 16، رؤيا الأنبياء وحيهم. فهل أوحى الشاب القطط لرسوله؟ رؤيا الأنبياء وحي. فهل أوحى الشاب القطط لرسوله؟ أقول ثبت في الصحيح أن رؤيا الأنبياء عليهم السلام وحي. ثبت في الصحيح أن رؤيا الأنبياء عليهم السلام وحي، وفي بعضها ورد فيها ذكر خاتم الأنبياء والمرسلين عليه وعلى آله الصلاة والسلام. فلماذا لم يخبرنا الموحدون الأسطوريون عما أوحاه الرب الشاب الأمرد لرسوله الذي رآه في المنام؟ فهل يوجد وحي غير التصديق للرؤيا بأن الرب شاب أمرد وفرة جعد قطط في خضرة عليه نعلان من ذهب عليه حلة من لؤلؤ؟ فهل يوجد غير هذا الوحي نقله أو ينقله لنا التكفيريون حتى نكون على علم وبينه؟ فهل يوجد وحي غير التصديق للرؤيا بأن الرب شاب أمرد وفرة جعد قطط في خضرة عليه نعلان ذهب عليه حلة من لؤلؤ؟ فهل يوجد غير هذا الوحي نقله أو ينقله لنا التكفيريون حتى نكون على علم وبينة؟ عندي أولا وثانيا وثالثا. في تفسير الطبري سورة يوسف عن سعيد بن جبير عن ابن عباس في قوله: إني رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين، قال ابن عباس: كانت رؤيا الأنبياء وحيا، كانت رؤيا الأنبياء وحيا. الثاني البخاري كتاب الوضوء، البخاري الوضوء، وفي البخاري الأذان عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى أن يقول: فتوضأ وضوءا خفيفا ثم صلى ما شاء الله ثم اضطجع فنام حتى نفخ ثم أتاه المنادي فآذنه بالصلاة فقام معه إلى الصلاة فصلى ولم يتوضأ. قال عمرو: سمعت عبيدة ابن عمير يقول: رؤيا الأنبياء وحي. ثم قرأ: إني أرى في المنام أني أذبحك، إني أرى في المنام أني أذبحك. ثالثا مسلم الإيمان، مسلم كتاب الإيمان، والبخاري بدء الوحي، والبخاري التعبير عن عائشة رضي الله عنها، عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنها قالت: كان أول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من الوحي الرؤيا الصادقة. أول ما بدأ به من الوحي ما هو؟ الرؤيا الصادقة، أو في رواية ثانية الرؤيا الصالحة في النوم.